طيب معلش، اللايف الناس المتابعة اللايف قطع، فحتم القصة دي سايد. ولاية كسلة ده المخزن يا جماعة اللي اتقبض أمس، وكان السودان كله تابعه. المخزن في حي الشعبية، الناس قالوا 9000 اسطوانة، الناس قاعدة تحصي لسه حاليا عشان تتأكد من الاسطوانات الفاضية أو الملانة، يعني عشان تكون عادلة يعني. الحصر شغال من قبل يعني الأحياء الثورية مع الشرطة الأمنية مع بعض القوى السياسية. المخزن كبير جدا كبير جدا يعني، قالوا كل الاسطوانات دي معظمها حسب ما بيقولوا معظمها ملان يعني للاسف يعني. نتكلم عن تلال جبال بتاعت اسطوانات بتاعت غزة. ما فاضي والله ما فاضي. برضو يعني يمكن لو لاحظتوا في المواصفات الحياه دي، لو لاحظتوا يعني ده لونين، يعني في لون هنا بتاع البويه في تزوير ذات وشغل بتاع مواصفات مضروبه. يلا يا ترس، ملان ولا فاضي؟ ملان ده؟ ملان فل. ده ملان فل قالوا. دكتور يوشنجراي برضو متابعه، بس اللي جان كلهم يعني. دير كلهم. ها يا ترس، ها ملان ولا فاضي؟ كله ملان يا ملان ولا فاضي؟ ملان ولا فاضي؟ هذا كله ملان. ده كله ملان ولا فاضي؟ اكيد لما نبص 10 10 بتعرف العدديه سريع. العدد كبير يعني، شغالين يمكن قريب ال 150 نفر من لجان المقاومه. قاعدين يحصروا الان، والعدد اكشولي كبير جدا يعني. يا يوسف، ذاك فاضي ولا ملان؟ ها؟ ملان؟ طبعا زي ما قلنا دي سلاح استراتيجيه مدعومه يعني، ولا اسطوانه واحده ما من حق اي زول يدسها. الناس قاعده تتعب جدا، النساء بالفحم يعني، وزي ما شايفين الناس شغاله بالفحم وتعبوا جدا من الحطب. هاي هاي ده الشغل طبعا بتاع المواصفات، بتاع المواصفات اهو مضروب زي ما شايفين. بوهيه بوهيه ما جديد، ما جديد ما جديد في لعب في المواصفات. جديد فاضي ولا ملان يا ترس؟ ملان. نحن لسه في نص والله شركة النيل مش في فتيل، دي في مصيبة عديل يعني. بعدين الاسطوانات مختلفة الأحجام يعني، في صغير هسه دي صغيرة، دي صغيرة دي صغيرة، ودي متوسطة، وده حجم كبير، وفي الحجم العادي ده يعني. ده فاضي ولا ملان يا؟ ملان. فاضي ولا ملان؟ ده بيعملوا له ريفيلين بعدين يعني، يتعبى تاني. استغفر الله العظيم، والله ما قادرين من الصدمة، ما قادرين نعبر، ما قادرين نتكلم، ما قادرين نعمل أي حاجة. ولاية كسلة، ليلة 4 يوم 29 أبريل 2020.